الله الله الله، مشرفانا النهارده ومنورانا واحده من اهل السعوديه. اهل السعوديه غاليين علينا جدا جدا، شعب كلنا بنحبه قوي، بنقدره زي ما هم بيحبونا وبيقدرونا. ديزاينر عامله حاجات حلوه، حاجات كلها الكواليتي بتاعتها او الجوده الخاصه بيها تعتبر مستوى عالمي. جايه لنا من جده مخصوص لاربعه شارع شريف، وده شرف على راسي من فوق. مصممه الازياء استاذه اميمه عزوز، اهلا. اهلا وسهلا فيك، اخبارك ايه؟ والله بخير، انا اللي مبسوطه وسعيده اني معاك هنا. مرسي. وفي البرنامج الحلو. ثانك يو، انت مشرفانا ومنورانا ومنوره مصر بلدك. الله يخليك. خلينا كده نبتدي معاكي، بس نرجع لورا شويه وتحكي لنا كده دخلتي كارير الفاشن ازاي وبقيتي مصممه ازياء ازاي؟ في الاول دراستي كانت في الجامعه، طبعا كنت دارسه فنون اسلاميه ارتس رسم، وكنت يعني حاشتغل فيه. لما بديت اشوف الفن في الرسم مش 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 كل حد بيقدره، ومش كل مرأة بتحتاجه، بس انا اعشق الفن. فكنت بقى اسافر دائما، يعني بقعد 3 شهور 4 شهور برا. فكنت قلت انا قاعده خليني اشتغل او اكسب حاجه جديده وانا اهواها برضو. فطبعا اكثر حاجه انا اهواها اللي هو الفن في الازياء، كتصميم كملابس كده. دخلت بقى درست فيه في الأول، لقيت نفسي بحبه أكتر، بديت أنسى اللي هو الأساس الرسم والحاجات، وبديت أدخل أتعمق أكتر في الأزياء. طبعا درست الماتيريالز تبعه، الخامات، الخيوط، عشقت الفن وفي الأزياء، وبديت طبعا أشتغل فيها. درست فيها، أخذت فيها يعني ما شاء الله مواد كتير فيها، وبديت. وانتي بتدرسي قبل ما تدرسي، أه، ايام ما كنت لسه يعني حابه الفاشن وحابه الديزاين والديزاينر، مين الديزاينر اللي كنت تحبي تشتري، بيت الازياء اللي كنت بتحبي تشتري من عنده؟ سؤال صعب. انا ما هقول لك مين اللي احب اشتري من عنده، بس انا اقول لك انا مين الستايل اللي احبه اني انا اشتري من عنده. يعني انا احب اشتري من السيلات الكلاسيكيه. اوكي. يمكن في العروض حقتي بتشوفوا فيها اشياء كثير او شغل، بس انا كستايلي احب كلاسيك. الكلاسيك جدا، يعني نقول فالنتينو، كريستين جور، إيف سان لوران، الحاجات اللي هي شانيل، شانيل، الحاجات اللي فيري سامبل، اللي ما فيها كثير تعقيد، اللي بسيطه جدا. بس دائما الديزاينر ما بيمشي على هواه، هو بيمشي على متطلبات السوق او المحيط، المجتمع اللي هو فيه. بصي، هو في مدرستين. في ديزاينرز بيمشوا على هواهم، صحيح، ويعملوا الحاجه اللي على مزاجهم بس، وفي ديزاينرز تانيين بيمشوا يشوفوا السوق عايز ايه، متطلبات السوق، وفي بيمسكوا العصايه من النص. بالظبط. انت انهي واحد في الثلاثه؟ لا، شوف، انا تقريبا ماسكه العصايه من النص. اوكي. اوكي. في اشياء يمكن في عروض سابقه كانت فيها بساطه جدا، لكن التقل في العبايه اكثر، وفي حاجات العكس. وفي حاجه انا الان في نفسي انه ان شاء الله الكولكشن الجديد اللي حطلع فيه على هوايا تماما. كله تزيد 100%؟ تقريبا. طيب. ممكن اطلع من كلام عن الفاشن شويه واتكلم عن حاجه انا عايز اتكلم فيها. كلميني عن السيده او المراه. نعم. السعوديه. انا تعاملت كتير مع سيدات من السعوديه. الامبريشن اللي انا اخذته او اللي انا شايفه، سيده قويه، مثقفه، بتحب الوطن، ومراه قياديه. كلامي صح ولا غلط؟ 100%. أنا أقول لك ليه. لو نرجع لزمان، كانت المرأة أيامها كانت في الصحراء، أيامها كانت هي في خيام وصحراء، كانت المرأة هي اللي تعمل كل حاجة. كانت المرأة بتسوق، يعني بتسوق وبتروح بترعى، وكانت بتشيل يعني بتعمل حاجات كتير أكثر من يمكن الآن. المرأة مرفهة ومدلعة شوية، وبدأت مش بتعمل كل حاجة، بس المرأة زمان كانت في كل، حتى في عهد الرسول كانت يطببه، يعني بيطبب المرضى في أيام الحرب. صحيح. فالمرأة بطبيعتها قوية. طبيعة الصحراء وطبيعة يعني البلد عندنا تعلم القوة والاعتماد على النفس. فإحنا بقى تعلمنا يعني من زمان كيف المرأة كانت. جت فترة يمكن المرأة شوية مدللة، مرفهة، ما بتتحرك، لكن رجعنا للمرأة اللي هي المفروض تكون نص المجتمع. صحيح. فلها دور. صحيح. وإحنا نتمنى ان المراه السعوديه تفضل مراه قويه، قياديه، مثقفه، بالشكل الجديد اللي احنا شايفينه ده.
هستاذنك انك هنشوف فاصل أكيد. ونرجع نكمل معاكي ونشوف بقيه الكولكشن الخاصه بيكي. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. الله 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 الله، ريحه الخليج طلع عندنا النهارده في 14 يا شريف. مره ثانيه برحب بمصممه الازياء اللي جاينا من السعوديه من جده، استاذه اميمه عزوز، مشرفانا ومنورانا. قولي لي في الاول البراند بتاعك اسمه ايه؟ فيور. فيور؟ يا تكتب ازاي؟ اف اي او ار اف يا اي او ار. فيور يعني الزهره بالايطالي. الزهرة والوردة. أوكي. بس أنا حبيتها لما جيت أول كوليكشن هو اللي خلاني أسمي براند. أول كوليكشن بدأت فيه كان سنة كان إمتى فاكرة؟ من 11 سنة. ياه؟ يس. أوكي. أول كوليكشن سويته أنا ما كنت براند، أنا كنت مي معزوز فقط، وما كنت لسه مفكر إني أنا أعمل سجل براند علامة تجارية. لما عملت الكوليكشن الأول كان عندي كذا نوع من الاختيار للألوان، حب الألوان، يعني كنت عاملة زي الفراشة عباية لونها أحمر، عباية لونها أزرق، ويمكن أول واحدة عملت العبايات بألوان. فلما عملتها وعملتها في الستاند شفتها قدامي كأنها باقة زهرة، فقعدت أدور اسم الزهرة بكل اللغات. أوكي. أنا قلت بالإنجليش كل الناس بتقول فلاور وحيقولوا لي موجود. يس. فلقيت أنها بالإيطالي أحسن، يعني أحلى اسم حبيته. فيور. وكمان يمكن قريب من براند أنا أحبه ديور. ومين ما يحبش ديور؟ وكلنا هنحب فيور. الله يخليك. طيب خليني بسألك، انت بتصممي الحاجات وبتصنعي في عندك اتيليه، عندك ورشه مصنع، احكي لي في جده. اكيد طبعا انا عندي ورشه عمل يعني كبيره ومجموعه من العماله من اجناس مختلفه. منين بقى، بلاد ايه اللي عندك؟ انا عندي طبعا من الفلبين، من تايلاند، من الهند. اوكي. طيب القماشة بتاعتك مميزة جدا، فظيعة و very rich وشكلها very expensive. اوكي. عايز اعرف بتنقي القماشة ازاي؟ في حاجات بتشغليها عندك في المشغل او في الاتيليه؟ في حاجات بتسافري تجيبيها؟ عايز اعرف. طبعا الخامات من كذا مكان، يعني انا ممكن من السعودية اختار خامة. ممكن انتوا عندكم في السعوديه في قمشه حلوه؟ قمشه حلوه جدا. انا ممكن اختار خامه من اي دوله كنت انا مسافره فيها بشتريها. انا بقتني الخامات وقت التصميم احطها قدامي وبشوفها. ممكن انا بخلط اكثر من خامه من اكثر من براند عشان تطلع مميزه، عشان اللي حب يقلد ما يروح في السوق ويعمل كوبي زيها. صحيح صحيح. طيب
لو دلوقتي الناس شايفينه وعايزين يتواصلوا معاكي يعملوا ايه؟ على الفيسبوك عندك بيج، على انستغرام على يتواصلوا انستغرام ازاي؟ باسم أميمة عزوز، بالانجلش؟ بالانجلش أميمة عزوز، أميمة تتكتب ازاي؟ O M A Y M A H اوكي عزوز A دبل زد O U Z. اوكي برضو على الفيسبوك بنفس اسمي، يعني أنا كله مطلعته بنفس اسمي. أميمة عزوز. يس أميمة معلش عزوز. هنقولها مرة تانية السبيلينج بعد إذنك. O M A Y M A H A دبل زد O U Z. O U Z. اوكي طيب كلميني عن الصناعة في السعودية. ناس كتيرة ممكن تتوقع ان ديزاينر سعودية هتسافر بره تصنع، مش هتصنع جوه السعودية، فاحكي لي عن صناعة الملابس عندكم في المملكة. اوكي يعني يمكن من عهد زمان كانوا في عندنا، جدتي ممكن كل جدة تلاقي في بيتها في ماكينة وفي مصر وخياطة، كان كده وفي مصر وفي أي دولة عربية، يعني احنا مش شيء جديد علينا كملابس في أي دولة عربية، بالعكس احنا سابقين في أشياء مرة كثير. بعد ما طبعا فترة الجدات أنا أحسها فترة غنية، كانت أكثر من فترة اللي هي بعدهم. بعد كده بدينا في النص نكسل، يعني صاروا يستخدموا يجيبوا من برا يستوردوا ويجيبوا، ما صاروا بيعملوه. لكن جات ثورة أنا أعتبرها ثورة في كل حاجة في السعودية، إنه المرأة قادرة تعمل، ليش لا؟ فبدأوا يتحولوا إنه كل حاجة نصنعها إحنا، فصاروا طبعا كل واحدة على حسب مقدرتها تجيب ماكينة ماكينتين، تجيب خياط اثنين وتبدأ تصنع في نفس البوتيك أو الأتيليه تبعها. أنا بعد ما دخلت في عالم الأزياء يمكن في حاجة بسيطة تميزني شوية عن باقي المصممات، مش كذوق، لا الكل له ذوقه مختلف، بس أنا بديت أفكر ليش إحنا ما نسوي صناعة الأزياء، نحولها من كلمة مشغل إلى كلمة صناعة أزياء أو ثورة في الأزياء، يعني كل حاجة أصنعها في بلدي، وليش ما في يوم أنا أطلع إنه أنا كمان أصدر مش بس أستورد. صحيح. فما دام عندنا الفكر وعندنا الذوق وعندنا إن شاء الله الإمكانيات كلها، فبدأت تتحول كلها إلى صناعة، ويعني وشايفين حاجات حلوة وراقية جدا. وأنا مبسوط إن أنتي معانا جدا من النهاردة. من خلينا نشوف الجزء الأخير من الفاشن شو ونرجع نكمل الكلام، نشوف الجزء الأخير من الكولكشن الخاص بمصممة الأزياء السعودية أستاذة أميمة عزوز، ونرجع نكمل كلامنا معاها. مزيكا. الله 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 الله. انتي النهارده شرفتيني ونورتيني، الحاجات حلوه قوي بجد، وهتوعديني وعد اكيد. خلاص اتفضل. كل ما تبقي في مصر
هتكلمينا وتيجي تعرضي الكولكشن الجديده الخاصه بيك. انا والله سعيده ومبسوطه، هذا يعني شرف لي اني ميرسي. اكون معك وفي البرنامج اللطيف ده، وان شاء الله اكيد ميرسي. والكولكشن الثاني زي ما وعدتك حيكون very simple ان شاء الله، يعني حيكون بهويه اميمه ان شاء الله. انت شرفتيني ونورتيني، وتحياتي لكل اهل السعوديه. الله يخليك، ميرسي 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 ليكي. بشكر مصورة الازياء استاذه اميمه عزوز على وجودها معانا النهارده، وان هي اختصت برنامجنا 14 شريف انها تطلع فيه بالكولكشن الخاصه بيها من حاجات السواري والاوت كوتير اللي احنا شفناها، حاجات كلها شيك جدا وجميله جدا. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 14 شريف، ونكون معاكم ان شاء الله بكره في نفس ميعادنا. مش هنلحق نلعب اغنيه لان وقت البرنامج خلص، فشكرا لكم، باي باي.